كاين امور علميه في القران على سبيل المثال استاذ عاصي؟ لا دابا انت غتدخلنا في الخرافات ديال الاسلام الاخوان المسلمين. واش هذا ابليس اكثر ايمانا منك؟ تدرون لماذا بتصلي مثل العامه لهكذا حالي؟ اصلي كتاب دين وعقيده وليس كتاب علم. اللي بغى العلوم اللي بغى العلوم العلم شنو غادي يدير؟ كونك انت مثلا تتكلمين بالعقل وانت لا تعرفينه. ممكن انا اعطيك مثال استاذه، ايش اقسم حكم العقلي؟ لا اعرف لا اعرف. تفضل. ممتاز. لا اشكال تكون انه لا تعرفين. هذا اذا قلت لك يعني ابسط يعني طالب عندنا في الكتاتيب يعرف هذه المسائل. اهل السنه والجماعه اضافهم الى السنه لانهم متمسكون بها، والجماعه لانهم مجتمعون عليها. الى غادي دخلنا شنو هو الحديث الصحيح والسند عن فلان عن فلان، هذاك الشيء كله علم ميت. هذاك علم ميت. معنا صاحب رفيقي المفكر محمد عصيد او احمد عصيد عفوا. اش تقول ليه؟ شنو نقول له؟ مش من ناحيه صديق. انا مو صديق. انت صاحب أيه؟ عصيد. نعم ولا صديق، والتقيت معه في عده ندوات وتطاولت معه على القران، وانكرتم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كما قلت لكم هذا صديق رفيقي، ورفيقي صديق وزير العدل، وزير العدل صاحب تغيير حكم الله، ما عجبوش حكم الله فباغي يحول لنا الفنادق الى دار الدعارة. اللي جاي يدخل كما كتشوفوا على الصورة واللي نقلاته يعني وسائل الإعلامية القنوات الكبيرة، وزير العدل يتوعد الفنادق التي تطالب زبناءها بعقد الزواج بالمتابعة القضائية. لا حول ولا قوة إلا بالله. باش يخلطوا نهائيا بين المجال العاطفي الوجداني ديالهم اللي هو شخصي، والمجال العلمي اللي خصو الأدلة والبراهين الميدانية والعلمية. وكاين أمور علمية في القرآن على سبيل المثال أستاذ عصير؟ لا دابا أنت غتدخلنا في الخرافات ديال الإسلام الإخوان المسلمين. خرافات؟ لا هادو خرافات. يا هذا راه عصيد، واش أنت تفهم أكثر من عصيد؟ المغوفل اللي مغوفل راك بحال أينشتاين كيسحب لي. واش أينشتاين اللي كيقول أن القرآن فيه علم فهو كيآمن بالخرافة، لأن القرآن يؤدي إلى إيمان بدون عقل ولا أي دليل، أليس كذلك سي عصيد؟ القرآن ليس كتاب علم، القرآن كتاب عقيدة وإيمان. صافي بارك، الإيمان بالعقل. عندك استعداد للإيمان غادي تآمن واخا يجيبوا لك الناس جميع الأدلة. عندك استعداد باش تآمن بالعقل؟ راه كاين هادشي كتلقاه في القرآن. إلا كان عندك العقل لا ما بلا ما تمشي لحقاش خرافة أن القرآن يكون فيه علم، فالدليل ما كاينش. غادي تامن به بالعقل مرحبا، ما تامنش به بالعقل فراه هذاك القران ما صالحش ليك. بتصلي مثل العامه لهكذا حالي؟ اصلي اصلي ايه ده ايه الحاجات دي؟ بسمع صلاه ايه يعني؟ لنخفف عن معاناه رسميه لا الخطيب. انا طبيبه. تدعي؟ انا طبيبه. أنا طبيبة. أنا واخدة علم يعني أنا حاجة تانية. أنا مع العلماء. أنا هادشي اللي بغا يدير لينا عصيد. لا العلم ما كاينش. ما تقولش لي القرآن فيه العلم، واش غتسطيني؟ هذيك خرافة هذيك اللي كيقول بأن القرآن فيه علم. القرآن كتاب دين وعقيدة وليس كتاب علم. القرآن كتاب دين وعقيدة وليس كتاب علم. اللي بغى العلوم اللي بغى العلوم العلم شنو غادي يدير؟ ما يمشيش للقران طبعا. شنو غادي يدير عصيد؟ اللي بغى العلوم يمشي عند هوكينغ. هوكينغ هو اللي قال واحد المقوله، قال لهم بان لما سولوا الصحافي قال لي واش كتامن بالله عز وجل؟ قال لي قلبت على الله في السماء ما لقيتوش، ما كاينش. شو تصور هذا؟ واش هذا عنده شي عقل؟ واش الاله قال لك مخبي من مورا شي مجره، مورا شي كوكب في شي مجرة بعيدة باش تشوفوا؟ والله إذا قال لهم هاك قال لهم قلبش على الله في السماء ما لقيتوش.
مشي عند ريمان لوباتشيفسكي، مشي عند العلماء ديال العلوم الدقيقه. دابا حاليا راه تما غادي يلقى العلم. دخلتي للقران راك دخلتي المجال ديال الايمان والتصديق الشخصي. لاساسي اليوم هو اننا خصنا نخرجوا الناس نخرجوا الناس من الدين. اللي نفكروا دابا هي خصنا نخرجوا الناس من الدين، لان ما كاينش دليل في القران. علاش غادي نصدقوا شي حاجه اللي هي ما فيهاش الدليل غير هكا كتصدقها هكاك؟ عاود هذا المقطع هذا، لانه يعني شي حاجه الهربه. دابا حاليا راه تما غادي نلقى العلم. دخلتي للقران راك دخلتي المجال ديال الايمان والتصديق الشخصي. الايمان الشخصي يعني الايمان شي حاجه يعني شغلك هذاك، اذا بغيتي تامن بهذاك الشيء اللي ماشي ما فيه لا دليل علمي بلا ما تصدعنا، لان هذاك الشيء راه ما فيهش العلم. هذاك ايمان شخصي، دبر راسك انت حر. داك الشيء علاش يقولوا ايمان شخصي؟ يعني بحال هذاك اللي كيامن بالبقره بانها اله، فحتى انت يا مسلم هادشي اللي بغى يقول لنا عاصيد. يعني في النهايه ان الدين الاسلامي عند عاصيد كاي دين اخر، ما كاينش عنده الدليل غير كيامن به الناس غير هكاك. فهو دائما تيقول ما تكفرونيش انا، ما تكفرونيش، اللي كفرني فهو عديم الضمير وكذا وكذا. فاذا هو كيامن بحال هذاك اللي كيامن بان البقره اله او طوبه اله، كي اللي كيامن في الهند بالطوبه بانها راه اله، فهو كيقول انه مسلم باش بالله اعلم. لتؤمنوا بالله ارسلناك يا رسولنا، ارسلناك حال كونك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا ايها الناس، لتؤمنوا بالله وتعدوا لملاقاته حين تؤمنون به. الايمان الفلسفي هذا ليس ايمانا، تؤمن بان الله موجود، ايوه، ثم ماذا؟ ثم لا شيء. وش هذا؟ إبليس أكثر إيمانا منك. تدرون لماذا؟ لأن ما تؤمن به أنت غيبا هو كان فيه مشاهدة. إبليس كان مع الملائكة في الملأ الأعلى، فهو إيمانه أقوى من إيمانك. إذا كان هذا الإيمان الفلسفي، تسمع مثلا غير المسلم يقول لك ممن يؤمن، يقول لك أنا مؤمن لكن لست مطبقا العبادة، لست عابدا، أنا مؤمن. أنا ما عندنا هذه، أقول لك أنا مؤمن لكن هذه القضية إيماني، يعني أنا أقر بوجود الله فقط. أنت لا تقر بوجوده، أنت لا تقر بوجوده، لأنك إذا كنت تقر بوجوده ستقر بملاقاته وتقر بمحاسبته. مان لوباتشيفسكي يمشي عند العلماء للعلوم الدقيقة. نحن المسلمون يعني بالعكس، نحن المسلمون يعني عندنا العقل في مرتبة عالية جدا، لا فيما يتعلق في مسائل العقدية، لا فيما يتعلق بمسائل المعقولات، لا فيما يتعلق بمسائل الفقه، ندقق في المسائل العقلية، ندقق جدا أشد التدقيق. فكيف تأتي وتقول لي لا أنت قلت هذا الكلام؟ لا بالعكس، نحن نتهم غيرنا كونك أنت مثلا تتكلمين بالعقل وأنت لا تعرفينه. ممكن أنا أعطيك مثال، أستاذة إيش أقسام الحكم العقلي؟ لا أعرف، لا أعرف، تفضل. جميل، ممتاز ممتاز، لا إشكال تكون أنه لا تعرفين. هذا إذا قلت لك يعني أبسط يعني طالب عندنا في الكتاتيب يعرف هذه المسائل. هذه رسالة لكل الأبواق التي خرجت وقالت لنا كيف تناظرون أهل الإلحاد، يعني راكم زدتوا شهرتوا بهم. اللي شهر بهم ليطلع معهم ويهددهم، اللي شهر بهم هم عوام المسلمين ليطلعوا ويناقشهم، هو لا يعرف شيئا في دينه، هو لا يعرف شيئا في عقيدته وفي توحيده، هذا هو اللي يزيد شهر بهم ويهددهم ويسبهم ويستغلون ذلك السب وذلك التهديد. أما نحن لما نطلعوهم معنا في اللايفات نطلعوهم لنمارس معهم الإذلال العلمي كما فعل الأخ أنس في هذه 40 ثانية. يعني لو كان نجيب لك المناظرة تاع ساعتين ترى الإذلال الحقيقي للعلم. هذو باش تعرفهم والناس يشوفوهم بحجمهم الحقيقي كي تجيبهم، يعني باش توري الناس بأنه هذو ولا شيء، هم يبانوا غير مع عوام المسلمين، لكن لما يقوموا ويوقفوا مع ناس يعني أكفاء وناس يعني عندهم صلابة وعندهم يعني علم بما يعتقدون، يعني تشوفهم بأنه حجمهم صغير جدا لا يظهرون. ولهذا شوف اللايفات تاعهم قبل وبعد هذه المناظرة، ثم اللي يقول لي راك تشهر بهم هم مشهورين من الأول. لو تابعت اللايفات تاعهم تشوف 3000-4000-5000 مشاهد في اللايف، يعني احنا ما زدناش شهرناهم بل بالعكس بينا حجمهم الحقيقي للناس. هذه اولا. ثانيا انت لا ترى الا الجانب السلبي، اروح نوري لك الجانب الايجابي في مناظره هؤلاء. اسمع. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله،
حيا الله يبارك اختي، مرحبا بك في وسطنا. دوك نشرح لك دركا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا ما نريده إلا بغية الحق ونشره، ونريد الخير للناس.